يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقديم خطبة الاستسقاء على صلاة الاستسقاء، وهل هذا من السنة؟ ليس هذا من السنة. السنة أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، صلاة العيد تكون قبل الخطبة، فصلاة الاستسقاء تأخذ حكمها. وش الداعي يوم يقدم صلاة، يوم يقدم الخطبة على الاستسقاء؟ وش الداعي؟ بس يبي يخالف الناس، أو يبي علشان يقال أنه عالم وفاهم. يا أخي يا أخوان، اتركوا هذه الأمور. نعم.